السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم حلوة الكاوكاو اللي كتجي أكثر من رائعة، حلوة اللي هشيشة رطبة، إن شاء الله أكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم بمقادير اللي بسيطة بزاف متوفرة عندكم في البيت. يعني إن شاء الله فرحوا بها الوليدات ديالكم والعائلة والضيوف. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ينال الرضا ديالكم، وكنتمنى إن شاء الله إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي خليوا لي اللايكات ديالكم وفعلوا الجرس أسفل الفيديو باش توصلوا بجديد الوصفات، وخليوا لي حتى التعليقات ديالكم. وكنتمنى إن شاء الله تبقوا لآخر الفيديو ونمروا المقادير والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو هنا 250 غرام من الزبدة تكون بحرارة الغرفة، عندي هنا حبة بيض واحدة، نصف كوب من السكر، عندي هنايا كاس ديال عبرت انا الاخوات بالعنبة، كوب ديال العنبة، كاس ديال الكاوكاو اللي محمص وهذا مزولة ليه الجلدة ديالو ومطحون على هذا الشكل، هذا نصف كاس من السكر، كاس ديال النشا، نفس الكاس ديال العنبة، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية ما يعادل 7 غرام، وكنحتاج هنايا 3 الكيسان كبار ديال العنبة عفوا من الدقيق، وهنايا ضفت القليل من الملح. كمرحلة أولى كنضيف الزبدة، يعني ان شاء الله هاد الحلوه اللي كتجي لذيذه بزاف ورائعه، يعني سهله مهله في التحضير ديالها ما كتستغرقش لكم الوقت كتير. من بعد كنضيف السكر، كندمج هاد العناصر جيدا، ضروري الاخوات الزبده تكون بحراره الغرفه باش كتسهل عليكم في الدمج ديالها. من بعد كنضيف حبة بيض واحدة، معلقة كبيرة الحليب مجفف، كأس ديال النشا أو المايزينا، وكندمج هاد العناصر. من بعد ما كندمج هاد العناصر جيدا كنضيف الكوب ديال هذا الكاوكاو اللي بلا الجلده ديالو محمص ومهر، هادو اما مهرمش رقيق او مطحون مزيان يكون هكذا لين، يعني كيبقى الاختيار على حسابكم. كنحصل على هذا الخليط على هذا الشكل. انا نسيت ما ذكرتش لكم الاخوات الفانيليا، اما كتعملوا معلقه الفانيليا سائله او ساشيت الفانيليا وصافي. كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج صافي، وكنبقى هكذا غير بالاصابع ديال يدي باش كنجمع هاد الخليط. وضروري الاخوات ما تنساوش دائما القريصه ديال الملح. صافي، من بعد مجموعة العجين كنحصل عليه على هذا الشكل. هنايا غادي ننزلها على سطح العمل صافي، كنجمعها وغادي نقسم هذا العجين على نصفين.
ومن بعد غادي نفردها ما بين هاد الورق غذائي. ومن بعد الاخوات ما فردت هذا العجين، غادي نقطع غير بهاد الكاس، يعني ما متوفرش عندي الاخوات انا المرشم على شكل هلال. صافي كنقطع على الطريقه هذه كما كيبان لكم، الطريقه سهله. من بعد عندي انا هنا الكاوكاو اللي بالجلده ديالو محمص وهرمشتو على هذا الشكل، وهنا عندي حبتان من ابيض البيض دمجتهم هكذا بالفرشيطه غير باش يتطلق ليا. صافي كان كما كتشوفوا كنغطس هاد الحلوه في ابيض البيض وكنفندها في الكاوكاو، ومن بعد كنصففها في صينيه للفرن، يعني كما كتشوفوا راه ساهله مهله في الطريقه ديالها، ولكن راه كتجينا لذيذه ورائعه ان شاء الله. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم وتبقى دائما معتمده عندكم. دائما كنعرفوا بلي حنا كنبغيو هاد الدواز اتاي اللي كيكون ساهل مهال ونفس الوقت كيجينا لذيذ. ومن بعد بالنسبه للفران درجه الحراره 180، غادي نخليها تقريبا واحد 15 دقيقه حتى كطيب وكتذهب وكتاخذ لنا اللون الذهبي. ودائما الاخوات كنذكر لكم كتبقى دائما على حسب نوعيه الفرن ديالكم. هنايا كما كيبان لكم بالنسبه للشكل الثاني غادي نعملو كما كتشوفوا على شكل اصابع، ونفس الطريقه غادي نضيفو في ابيض البيض وغادي نفندو في الكاوكاو. كتقدروا كتفندو في اي حاجه متوفره عندكم في البيت ديالكم بحال السمسم الزنجلان او الكوك. صراحه انا كنفضل هذا الكاوكاو لانه صراحه كيجي لذيذ ورائع. صافي نفس الطريقه غادي نفندو وغادي نصففها في صينيه الفرن وغادي ندخلها للفران نفس الحرارة وكنخليه حتى كتحمر وتاخد لنا اللون الذهبي. كما كتشوفوا من بعد ما طابت الحلوه كنخليها حتى كتبرد. هنايا غادي نزين هاد الاصابع ديال الحلوه بالخطوط الشوكولاته، يعني الاخوات كيبقى التزيين دائما على حسب الرغبه ديالكم. وكما كتبان لكم هذا هو الشكل النهائي بالنسبه للهلالات كيفاش كيجيو. صراحه كيجي المنظر ديالهم رائع،
وهذا والصراحة كيشهي وكتجي هاد الحلوة لذيذة، كتجي هشيشة بزاف ونفس الوقت من الفوق مقرمشة. إن شاء الله غير جربوها الأخوات، أكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم كما بان لكم في الفيديو. يعني المكونات ديالها بسيطة بسيطة بزاف، يعني ما كتستغرقش لكم الوقت كتير، واكيد غادي ان شاء الله تنال الرضا ديالكم الضيوف ديالكم والعائله ديالكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو نال الرضا ديالكم، وما تبخلوش عليا الاخوات بالتشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم. السلام عليكم، خليتكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.